السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله متابعين مربع نت. هذا الباترول 2022 فيس ليفت الجديد وصل. خلونا نتعرف سوا وش أبرز التغييرات اللي صارت فيه، وش اللي تغير، وهل فعلا تغير بشكل كامل أو أشياء بسيطة لمسات بسيطة تغيرت فيه. خلوكم معنا في مقطع اليوم إن شاء الله نتعرف على الباترول 2022 بالفيس ليفت الجديد. اللي قدامنا هي فئة بلاتينيوم 6 سلندر، لازال نفس الماكينة 4 لتر V6 مع الجير من 7 سرعات. اللي تغيرت تقريبا باختصر لكم هي 4 أشياء، بداية من عند الشبك الأمامي وشعار نيسان. حدث الشعار، حدث الشكل كامل، أصبح حصري شوي، أضافوا لمسات البيضة هذه جدا جميلة وتعطي إيحاء بعصرية اللوجو نفسه من نيسان. وأضافوا الشبكة هذه صار زي النقاط النيكل، أتوقع عشان تبرز علامة نيسان، لأن أول كانت خطوط إذا كنت تذكروا الشبك القديم. طيب نروح من الجانب، عندنا أول شيء الجنط تم تحديثه بشكل جدا جميل، في لمسات الأسود مع الكروم موجودة، وهذه واحدة من أبرز برضو الأشياء اللي تغيرت. هذه يسموها سايد بنز اللي تطلع منها الهواء، لكن هي شكلية مع أصدار 70 عام مكتوب عليها، أو احتفالية 70 عام موجودة، جدا جميلة. وهذه واحدة من أبرز الأشياء اللي تقدر تميز فيها الباترول الجديد أو الشكل الجديد عن الشكل القديم. من الجانب كله نفس الشيء، نروح من الخلف أيضا نفس الشيء ما تغير، عندنا شعار باترول مكتوب بلاتينيوم موجودة هنا. الحين نروح للشيء الرابع واللي أعتقد هو الأساسي بالنسبة للباترول فقط، تغيرت من داخل الباترول 2022 فيس ليفت، تغيرت الشاشة. خلاص كبوا شاشة قديمة، كانت شاشتين، كانت فوق شاشة خرائط وشاشة خلينا نقول الترفيه، وتحت كانت مخصصة للتكييف والتوجيه المكيف وتتحكم بالأشياء هذه. تذكروها الشاشتين الموجودة نيسان، صراحة كانت شوي غريبة فكرتهم، زحمة مسوية على الفاضي. فالحين لا، خلاص اختصروها بشاشة واحدة، ما شاء الله مكيف دفع الهواء فيه مع انه خط واحد حاطين لكن قوي مرة. عموما الشاشة هنا جديدة جميلة صراحة، يعني خلينا نقول فيها يعني سريعة في اللمس، لكن فيها شيء غريب أنا صرت منه، إنها مايلة فوق، يعني وجهها هنا فوق، ما أدري كان أنا قصير ما أعرف، خلنا نرفع الكرسي، خلنا واجهها من فوق، يمكن والله ننزل الكرسي مرة واحدة. عموما خلونا نشوف وش حطوا في الشاشة. طبعا بما انها صارت شاشة واحدة كل شيء انضغط فيها صار موجود هنا، هنا الصوتيات عندكم، هنا خرائط، وطبعا تمديك تحكم فيها من هنا ايضا، فرارة موجود فيها زر الهوم هذا، فيها زر الاوديو. عندكم وش في بعد هنا، المعلومات، الاعدادات، طبعا الساعة هذه انك تغيرها تحط اشياء كثير، نشوفها من هنا، تخصيص اقوام، تخصيص هنا، شوف يمديك بدي نحط بوصل والقبلة، انتم شايفين الساعة رقمية، ارشادة تفصيلية، ما في شيء، صوتيات، يمديك هنا تصير راديو او اذا مشغل شيء تطلع لك. الساعة بالعقرب هذه صراحة جدا جميلة، واللون الاحمر يذكرنا بالبلاتينيوم. ايضا طبعا موجودة اللي هي المراية، الكاميرا تقدر تحولها مراية عادية او كذا كاميرا، وهنا يمديك تتحكم في خلنا نقول انارة اقوى، يمديك ترفعها فوق او تنزلها تحت، انتم شايفين يمين يسار. طبعا ما شاء الله الباترول الجديد تبغى وصل، فالعالم قاعد تطالع فيه. وش رايكم بالتغيير اللي حصل؟ هل تشوفوا اجمل او لا؟ انا من وجهه نظري اشوف صراحه كان المفروض هذا الشيء يسووه من زمان، لكن تاخروا جماعه نيسان، لكن عاد لا زال نفس الجمال فيه، الوسع موجود، عندنا ثلاجه البراده تحط فيها عصيرات مويه موجوده، نفس تقسيمه الدايموند كات ايضا موجوده، التخشيبه نفسها. هنا تغيرت اول شيء، تذكر اول كان هنا يسار ويمين فيها تحكم بالمكيف وتوجيه المكيف، الحين صارت لا واحده، شكلها شوي كذا ارخص من المفروض تصير، المفروض تكون شكلها شوي جمالي اكثر، لكن موجوده. عندنا تبريد القاعد ايضا كلها موجوده، هنا عندنا الدرج هذا صار في شاحن وايرلس تدخل جوالك فيه، وهنا 12 فولت موجود USB Type-C و Type-A، هنا ما في شيء، بلاستيك،
هنا وضعيات القيادة موجودة، عندك أوتو دبل خفيف ثقيل، هنا تختار وضعية رمل ثلج أو اللي هو نزول الحضرات. وهذه تحكم بالشاشة الجديدة، تتحكم فيها من هنا، تنزل تطلع، يسموها نافيجيشن جوين أتوقع جوينت، تقدر تتحكم فيها يعني ما يحتاج تلمس شيء، بحيث إنه ما تشيل عينك عن الطريق أو تطالع وين قاعد تلمس، تتعود شوي على الأزرار وش اللي يضغط وش ما يضغط، خلاص تصير تحكم بالشاشة. هنشوف كاميرا ريوس لأن شاشة جديدة، هذه كاميرا ريوس. صراحة جودة الكاميرا لا مش لابد، مع إن ترى نيسان هي أول شركة سوت اللي سموها البيرد فيو اللي هو 360 درجة على قولتهم، أول شركة سوتها نيسان، لكن أنا ما أدري ليش جودة الكاميرا فيها قلت الآن. عموما هذا الدرج زي ما قلنا، طبعا نيسان سيارة جديدة من 2020 صار فيها هذا الشيء يسموها برو درايف، تضغطه يشغل لك كل أنظمة مساعدة القيادة اللي هي الرادار، الحفاظ على المسار، تمييع خروج على المسار، وإذا ثبت السرعة يصير عندك رادار متكيف. وهذا شعار نيسان الجديد صراحة جدا جميل، وترى له أبعاد يعني مو بس دائرة. خلينا نسوي فوكس، شايفين الخطوط هذه الفوق جدا جميلة، واللون الأبيض صراحة جدا جميلة. تتوقعوا يمديكم إذا معك باتر قديم يمديك تحول الجديد؟ أسأله غرابي، لكن صراحة الشعار مفروض من زمان سوينا. خلنا نشوف مقعد صف ثاني هل تغير فيها شيء أم لا. طبعا زي ما قلنا نفس المحرك نفس كل شيء، نفس الصرفية ما تغير فيها ولا شيء. خلنا نشوف الشاشة اللي وراء هذه. طيب وش فيها؟ يمديك تشوف على جوال، فيها فيديو، هل في شيء يشتغل؟ لا، هو في نور اخضر هنا تعكس الارض. يمديك تعلق شيء هنا بعد سماعات. خلنا نشوف الهوم ابس، يا اوه فروت نينجا. طيب حط كذا خب بلعب جيم. والله حليلة، ما هي الكواليتي يعني واو، لكن تبع والله الأطفال تلهيهم شوي في الطريق، خاصة أن الكراسي فيها مريحة بشكل جميل. يعني بالنهاية تجميع أمريكي السيارة هذه، فأكيد أن الكراسي حقة خط. طيب يلا نلعب، خلاص أسحب عليها. طيب هذا كوب، بتروح مقاعد الصف الثالث بكل بساطة، تطلع هذه تعطيك القلبة دي كرسي، وين عندك كرسيين، ثلاث كراسي والله الصف الثالث ما شاء الله. وكذا خلصنا تصوير باترول الباتينيوم 2022. خلنا نشوف فئة الاسي اللي هي الستاندر منه وش فيها، وش متغير. الشبك بداية نفس البلاتينيوم، نفس الشبك الجميل، وشعار نيسان الأبيض الجديد كليا. الزوائد ما هي موجودة بأن ستاندر من الجانب، الجنط ما تغير مقاسة 18، وهنا عندنا احتفالية 70 عام موجودة على الرفرف نفس الموجودة على البلاتينيوم. خلنا نروح جوا السي ونشوف وش اللي تغير. شعار نيسان الجديد موجود على الدركسون بالأبيض، صراحة منظرها جدا جميل وتم تغييره يعني للأفضل. الشاشات تم إزالتها وحطوا شاشة واحدة، شكلها شوي صراحة يعني قديم، ما ادري اللي بياخذ الستاندر ما يهم شاشه الظاهر. والحين نتكلم عن الاسعار للباترو 2022، بدايه بالاسي اللي هو ستاندر سعره 200 و2000 ريال، والفول كامل بلاتينيوم 6 سلندر 280 الف ريال سعودي. ايش رايكم فيه؟ هل تشوفوا اسعارها مفروض ما تزيد، مفروض تقل؟ اعطونا رايكم. هذا الستاندر وهذا الفول كامل، يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله تقرير أخرى. واللي يبحث أو وده يشتري سيارة جديدة أو مستعملة أو يبي يبيع سيارته، على طول حمل تطبيق مستعمل، ادخل واختر قسم السيارات وتصفح كل السيارات المعروضة، وتقدر تبحث في كل الشركات والموديلات وتشوف السيارات المعروضة بكل سهولة، وتضيف إعلانك إذا تبي تبيع سيارتك. ومتوفر التطبيق حاليا في أبل ستور وأندرويد وهواوي، حمله وتصفح كل العروض.